بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البنات متبعيني تنسلم عليكم، وبغيت هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الظروف والاحوال. وكيف ديما يا البنات جيت نشارك معكم هاد الرشيمات اللي خدمنا، ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. وكيف ديما يا البنات تنفكركم في لايك وفي البارتاج، اللي ما مشاركش اول مرة تيشوف القناة يشارك باش ديما يوصلوا الجديد ان شاء الله، ويوصلوا الفيديوهات اللي تنحطوا اللي تنخدموا. راه اي حاجه خدمتها تنشاركها معكم البنات، واللوينات والحطات الرشمه كلشي، ما تنبخل عليكم حتى شي حاجه. ونتمنى ان شاء الله ينال الفيديو الاعجاب ديالكم، ومرحبا وتبعوا الفيديو حتى النهايه البنات باش تشوفوا الرشيمات كاملين كيفاش جاوا. ونبداو البنات بهذا القفطان هذا، شوفوا اللوينات كيفاش جاوا فيه. هذا المطارد اللي بغينا نشوفو فيه معتبر انا البنات، انا لي تيكراتيات ديالو لي تيتواتاو معاه. درنا فيه المارو ودرنا فيه اللون التوب، والتيكراتيات ديال هاد اللون هذا جاو فيه زوينين مع السقلي في الذهبي والسقلي مارو. حتى السقلي مارو تا هو تواتا معاه البنات. هانتوما شوفو الرشيمه كيفاش جات في الكمام، اللوينات جاو معتبرين البنات، اللوينات جاو فنين وتواتاو مع هاد اللون. درنا داك اللون الصابلي تا هو تيتواتا معاه، جات في الكمام والتوق والظهر على هاد الشكل هذا، داير على التقويره قفيطين ديال مناسبه خفيفه، عيد جي عندك الناس انتي شي حضيره خفيفه هكذا. هانتوما الظهر والكميمات، ونتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم هاد اللوينات. البنات يسكرينو اللوينات باش اللي وحلات في شي لون تلقى عندها السكرين. وشوفوا هاد القصيبي تا هو كيفاش جاي البنات بهاد اللوينات، ادميين تبارك الله. شوفوا هاد القصيبي تا هو كيفاش جا، اولا الخريشيفي كله كيفاش تيسميه. اللوينات تبارك الله كيفاش جاو فيه اللوينات ادميين. درنا المسيكي، درنا الخزي، درنا لونو بلون كاسي تواتا مع داك المسكي والتيكرادي ديال الغوز. جاو اللوينات فنين البنات. ها انتم شوف، انتم تحكموا، ها انتم والصمت هو صاري. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. فين هاد اللوينات هادو؟ شوف الرشيمه كيفاش جات بالمدخول، اللوينات داخلين في بعضياتهم مع الصم تواتاو دوك اللوينات تبارك الله. جات في الكميمات بجوج عريشات هكا في راس الكم، هانتوما جاو اللوينات هكذا في راس الكم وفي العريشات جوج ستيرة انتم في الصدر. ما شاء الله يعجبكم البنات، جاو اللوينات معتبرين البنات، حتى الرشيمه هي جات فنين هنا. ما عندي ما نقول، ايوا خليو لي التعليقات البنات وقولوا لي انتم الراي ديالكم. ها انتم شوفوا هاد القندوره حتى هي، هذيك نظر القندوره اللي تيكونوا كمامها منها، تدخل في صاله كمامها منها البنات. انتم شو جات فيها تياد العريشات هكذا، انا راه باقي بيتشق بيتشق هكذا نص طوق، نوريكم النص ديالها كيفاش تكون. هانتوما شوف البنات، هانتوما تيكونو كمامها مفصلين منها فيها، جات صدير هكا غادي وغادي معاها هكذا، داير تا لعند الكتف هكذا. ما مرشي ما ملي تفينا التخيط ان شاء الله اللي غادي تبان. شاركت معكم غير اللوينات ديال هاد اللون، تا هو هاد اللون داير بحال تيركوا، ودرنا ليه اللوينات ديالو اللي تيتماتاو معاه، الغوزان ديان غوز وديكراتي والمطارد بيستاش، هاد
تركوه مغلوق بحال البيترولي تيجي معاه زوين. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم البنات. هادشي ما هي جات بالمدخول لوينات مخطوفين في بعضياتهم. وانتم نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم حتى هي. وندوزو لهاد هادو كمام ديال واحد العباءة صيفطات ليا السيدة من واحد السيد ديال العباءات واحد الصفحة ديال العباءات في الانستغرام. قالت لي ديال الرشيمة كيف ما هي وقلتها لها كيف ما هي طبقتها عليها. هانتوما الرشيمة ديال العباءة هادي وفي هذا داك جيلي العباءة ماشي جيلي ولكن هذه هي العباءة جات هكذا مرشوشة حنت العباءة فيها دوك الفرافر هنا لتحت باقي بغيت تخيطوا لها دوك الفريفرات في عند من عند الركبة تيبداو من عند الركبة تيبداو دوك الفرافر من تحت الركبة شوية تيبداو دوك البليات ديال المهم جات على هذا الشكل هكا جات مرشوشة العباءة جات مرشوشة ومعها الشال ديالها تا هو راه فيه دوك واحد السليته في واحد الجهه. المهم الكميمات هما هادو وهادو الكميمات ديال العباءة الصغيرة ديال واحد النونوسة صغيورة بنوتة ديال هاد السيدة هادي الله يحفظها ليها. دارت لبنيتها تا هي عباءة بحالها ولكن غيرت لها رشيمة حيت هادي كبيرة درت لها رشيمة تاهي تتشبه ليها وفي نفس الوقت صغيورة حيت ميمكنش ندير هادي كبيرة بالنسبة للبنية صغيورة اختاريت لها رشيمة هادي تاهي راه تجي زوينة تا هي ديال العباءات كاينة نيت راه موجودة كاينة. هانتوما اللوينات هما كيفاش جاو اللوينات مفتوحين جاو فنين غنقلتهم انا كيف صيفطاتهم ليا السيدة هزيتهم من صفحتها ديال الانستغرام هزيتهم كيف ما هما. الرشيمة هي هادي اللي صيفطات ليا السيدة والبنية درت ليها الرشيمة تا هي باش تجي موالمة مع ديال ماما بصحتهم وراحتهم. ايوا هاد الكميمات هما ديال الجلابة المشبك يا البنات المشبك بالكاوية شوفوا الغوز باربة الغوز ديال الغوز باربة تنقولو لحنا كل وشنو تيسميه. المهم جاو هاد المشبكات فنين هاد الكميمات هانتوما شوفوا درشيمة كي جات هي آدمية غزالة كاينة في الكم البنات في الكمام بجوج وكاينة في القب وانتوما القب وكاينه حتى في اسميتو حتى في يسميوهم الفتيحات الفتيحات يا البنات تمشي يلاه ترى الفتيحات حتى هما راه مشبكين حتى هما برشيمه نفس الرشيمه نيت مشبكين حتى هما مازال ما كويتهمش داكشي علاش ما صورتهمش معكم هانتوما. المهم الجلابه راه فيها الفتيحات جلابه حضاريه فيها القب وفيها الكمام والفتاحي حتى هما يا البنات هانتوما بصحتهم وراحتهم جاو فني نظر القبة البنات القبة يجي هكا هانتوما ان شاء الله يعجبكم البنات. وما تنساولاش البنات من لايك ومن بارطاج وخليو لنا شي تعليق الا جات على خاطركم وعجبكم الطرز البنات خليو لينا تعليق باش نستمروا معكم البنات. هانتوما تنشاركوا معكم كلشي البنات تنشارك معكم تنخدم معكم حتى شي حاجه تنوريكم اللوينات الحطه تاع الرشيمه كل رشيمه كيفاش حطيناها وان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم البنات. نسال الله التوفيق لكل البنات اللي تيتعلموا ان شاء الله يوليو يخدموا حسن من هذا الشيء ان شاء الله يا ربي مع الاستمراريه والصبر حتى حاجه ما تجي غير هكذاك لما صبر الانسان ودار مجهودو راه ما عاديش يوصل لي لما كلشي على الصبر ولا المثابره والاستمراريه. هادشي اللي تنقول لكم البنات وان شاء الله نخليكم على خير وبالتوفيق كاع البنات اللي تيتعلموا بالتوفيق لهم ان شاء الله وبالنجاح. والسلام عليكم ورحمه الله الى فيديو جديد ان شاء الله.